السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ لكم اختبار، هو اختبار فصل أول بمادة اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ، لا تنسوا تدعموني بإعجاباتكم، اشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد، هذا دائما فضلا وليس أمرا. هيا نبدأ على بركة الله. نبدأ أول حاجة نقرأ هذا الحوار. Alors, bonjour, sabah el khair. Je m'appelle Ana Ismi Iman. Et toi? Bonjour, sabah el khair. Je m'appelle, je Ana. M'appelle Oussama ou la Ismi Iman. Ana Ismi Iman. Et toi? Wa ant? Salut. Je suis Amin. Salut, manaha marhaban. Je, ana, suis akun Amin. Alak, réponds à la question. Réponds à la question. Comment s'appellent les deux enfants? Comment s'appellent les deux enfants? Yani, où s'imhum, had zouz atfal. Ya ouj qalat hadi? Bonjour, je m'appelle Iman. Alors, اسمها هادي Iman. هاي ليك. وهذا قال salut, je suis Amin. Alors, هذا اسمه Amin. Comment s'appellent les deux enfants? انا Iman et Amin. Iman et Amin. عليك في السؤال الثاني. Ajoute les syllabes. يعني زيد هاد المقاطع عندنا T ou l'O est un tac tout. عندنا l'L ou l'I est un tac li. عندنا T ou l'A est un tac ta. عندنا l'M ou l'I est un tac mi. Alors, on a une, on a RTE. On a une, je vous dis, caca. Le caca, le bloc référencé. Une, je vous dis, une torte. La une lirte. La une mirte. Il y a une tarte. Une. Tarte. Tarte, il y a le caca. Andena, un, do, madame de nano. Qu'est-ce qu'on dit un dotino, ou la un dolino, ou la un dotano, non, un domino. Domino, un domino. Andena, le, de noté. Le, lit, à sérir. Le lit. احنا مدلنا الطماطم قتلنا تو لا تومات لا تومات ملاحظة فقط كي يجي الام على الاخر ما نطقوش ما نقولوش ان تارت تومات نو نقولو ان تارت كشان ما يتنطقش لا تومات الوغ احنا ان تارت قلنا ان دومينو لو لي لا تومات نروحوا للسؤال اللي بعده واش قال لك لازم تفهموا هذول تاع الاسئله لازم تكونوا تعرفوهم remet les syllabes en bon ordre pour écrire des mots معناها عاود تكتب هذوك المقاطع شغل في الترتيب المناسب pour écrire des mots من اجل كتابه كلمات عندنا هنايا نو عندنا با عندنا نو وعندنا هنايا موزه موزه باللغه الفرنسيه هي لا بانان الوغ نرتبو هنايا البي يجي مع الاول مع السقوم صح والنا يجي مع الثاني والنو يجي مع الثالث الوغ ان با نان ان بانان عندنا هنايا تي والاو يعني هذه تي اكسون عندنا هنايا انون والاو تنطقنا هي تنطق تي هي تنطق تي وهذه سموها لا تيتين الوغ اون نبداو بهادي زيدو هادي بعد زيدو هادي اون تيتين اون تيتين اون بانان اون تيتين قلنا ال ان وكيكون ال او والان تنطق ان كيكون الاي والان والاو تنطق اون ان
والأن. أن بانان، أن تيتين. Alors, نروح للسؤال اللي بعده. شو يقول لك سؤال رابع؟ ريكري لا فراز اون كورسيف. حاجة سهلة، بدنا هنا ثلاث كلمات نكتبوهم اون كورسيف. Alors, علي ما يتطق علي. ام يحب ليغ القراءة. علي ام ليغ. علي يحب القراءة. Alors تولي علي ام ليغ. علي يحب القراءة. في السؤال الخامس واش قال لك؟ او السؤال الاخير، اكري معناها اكتب. Le mot, الكلمة qui manque. يعني الكلمة الناقصة. اكتب. Écris le mot qui manque. يعني اكتب الكلمة الناقصة. هنا مدنا comme. الآل والآ تنطق لا. بعد مدنا فراغ مدنا رسم. هذا القمر. Et بال، يعني كم لا بال معناها هذه تعجب، يعني يقول ما أجمل القمر هكا. alors comme la القمر باللغة الفرنسية هو la lune. alors comme l u n e se prononce la lune. comme la lune est belle. comme La lune est belle. معناها ما أجمل القمر. عندنا رقم 6 قالك je m'appelle. je معناها أنا. m'appelle اسمي. تكتب اسمك هنا، تكتب كل واحد يكتب اسمه. إذا على سبيل المثال je m'appelle أحمد. أنا اسمي أحمد. تكتب اسمك الخاص. Je m'appelle Anis, je m'appelle Wassim, je m'appelle Ahlam, je m'appelle... اكتب اسمك الخاص، فاكتبه en كورسيف. معلوم تكتب الحرف تكتبه كبير، تكتبه ماجيسكول، ومع تكتب الحروف قامت لاسقين. بهذا الشكل. Je m'appelle Ahmed. إن شاء الله تكونوا أعزائي التلاميذ تبعتوا معايا، فهمتوا معايا خطوة بخطوة. نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد. وإذا عجبتكم هاد الفيديو متنساوش تدعموني بإعجاباتكم، تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس أمرا. نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد. مع السلامة.